عزيزي الموظف الغلبان، بعد ما قلنا لك طرق الرفض اللي لو شفتها تعرف أو الأساليب اللي لو شفتها تعرف إن أنت داخل على رفض، هنقول لك دلوقتي تعمل إيه لما تعرف إنك مرفوض يا ولدي مرفوض، وخصوصاً لو بتشتغل في القطاع الخاص زي ما بدرية قالت، وإن أنت ممكن في يوم وليلة تصحى تلاقي نفسك شكراً باي باي متفور، تعمل إيه؟ مقابلة الرفض دي ليها شكل كده، ليها يعني ليها شكل وليها جناب وليها زوايا وليها طريقة تقديم معروفة كده. تلاقي مثلا ايه الناس مثلا اللي بتترفض، يعني بتترفض عشان قصرت في شغلها، ساعات بيبقى في إدارة جديدة طبعا جايبة رجالتها زي ما قلت لكم قبل كده، فعايزة تخلي المكان زي ما قلت، هنخلي الجمهور الصف ده هيمشي وهنجيب ناس تانية بإدارة جديدة، وحتى مديرة الإنتاج هتمشي وهنجيب مديرة إنتاج جديدة وكله. تصدقي من ساعة ما قلت لهم كده ولا سقفوا ولا ضحكوا ولا ما انا عايزة انبههم، ما تلوموش علينا، ده انتوا عشرة طويلة احنا ما نقدرش، انت كسرتي بخاطرهم او مشاكل مادية في المؤسسة فبيسرحوا الناس اللي فيها عشان ايه؟ انا هسرحكم كلكم يا حبايبي، معايا مشط فلاية كده للي شعره منكوش، ده انا هنزل منك بلاوي الواد ابو شعر طويل، ده انا هنزل منك عائلات. فتلاقي المدير دايما يقول لك عايزين نقعد نتكلم مع بعض شويه، ويبص تروح بقى انت تقول في ترقيه، يمكن في شغل عايز يدوني جديد، يمكن عايز يعتمد عليا اكتر، يمكن عايز يجوزني بنته، يمكن عايز يجوزني بنتي، ممكن عايز يجيبني يوم الجمعه نخلص شغل كده بيعتمد عليا، عارف ان انا كفاءه، عارف ان انا انا عايز اتكلم معاكي معاك في حاجه. حصلني على المكتب. تروح انت بقى تشرب ايه يا ابني؟ يا ابني انا يؤسفني ان ابلغك ان النهارده اخر يوم ليك في الشغل معانا، وتمنياتي لك بالتوفيق في عمل اخر، وغصب عني حاولت اساعدك بس ما قدرتش. تارا 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 تاتاتي يقوم لسعه على قفاه وجايبه من صرصور ودنه ومعلقه كده. انا بترفدني انا يا يدون، بترفدني انا اللي كنت شايف طلباتك وشايف طلبات المؤسسه شايله على كتافي. ويمسك بقى المدير ده يقول له من المنقي اللي هو بقى ايه؟ من المنقي يا خيار، ده انا كنت بكرهك. يا راجل ده انت قبل ما تقول كنت لسه هقول لك اخسف اخس عليك يا راجل، انت ترفدني انا ما بطيقش اشوف خلقتك يا الصبح. راجل ده انا لسه ده انا رايح شغل تاني دلوقتي. ومرتب اعلى ومديره مش مدير. وهي اللي عايزاني. وانا هبص لشغلك ده. يا راجل ده انت معفن. يا راجل ده انت نتن، يعني انت ما اتخضتش؟ اتخض من ايه؟ ما انبهرتش؟ لا 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 ما اتسرعتش؟ مفيش شويه دموع كده؟ انا قلت تيجي منك يا راجل، اهي جات مني، اتكل على الله، يلا خد الباب وراك كده على طول، خد الباب وراك، ما ترجع في كلامك، خد الباب وراك، خد على حساباتك، لو فاضل لك 200 جنيه روح خدهم يا راجل، يلا غور. مفيش مكافاه؟ مكافاه ده انت قليل الادب كمان. لا خالص والله كنت بهزر معاك، قله ادبك دي هتخليني الغي لك دلوقتي، هلغيها لك، اللي هي المكافاه بتاعت نهايه الخدمه هشيلها لك. انا بهزر معاك يا راجل. لا هشيلها لك. هتروح تاخد اللي فاضل لك من المرتب ولا اشيله هو كمان؟ ماشي يا معفن. ده انت اللي معفن غور. لا انا مش معفن، انت اللي معفن. مش هديك شهاده خبره. بصوا انا رايي شخصيا انه تفش غلك، بس في طريقه اذكى بقى ان انت تفش غلك بيها، لان انت لازم تعمل حساب الرجعه، اذ ربما ترجع تاني زي الراجل ده اللي مشي ورجع ثلاث مرات. فممكن نفس المكان. متهيألي حصل بس مش فاكره فين، يعني ممكن يكون حصل زمان بس مش فاكره فين يعني. بس انا اساسا شعور الرفض بالنسبه لي مش بيضايقني، يعني انا عادي ممكن اترفض وارجع تاني عادي جدا، اترفض للسبب وبعدين احسنه واثبت جدارتي فيه وارجع تاني عادي، ولا يفرق معايا، مش اترفضت لا خالص. فانت بقى تضرب عصفورين بحجر، تعمل ايه؟ تفتن له على كل الموظفين زمايلك، مش انت ماشي؟ انا ومن بعض الطفال بقى تعالى لي بقى
انت بقى مدير بتتاخد على قفاك، انت مدير بيختلسوا من وراك، انت مدير ما بيجوش الشغل، انت مدير بيضحكوا عليك وملبسينك العمه، انت مدير بيعملوا شغل من وراك على قفاك باسم الشركه. تا 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 ايه ده؟ تمشي انت من المكان؟ كل ده من ورايا؟ كل ده من وراك. ولا اكتر واحد كنت امين على الشركه بتاعتك ورفدتني. اشرب بقى موظفينك المختلسين، اشرب موظفينك النصابين، اشرب موظفينك الكدابين. وانت ماشي كانوا بيركبوا لك ده الورق واكتر من كده. بس خلاص بقى، بلاش نتكلم بقى. سيب بقى الطرف مش انت برضه مرفوض. مش مهم، عشان بتكتن على زمايلك. انا ماشي طلع تقرير وهرجع بعد التقرير. يلا مسمينك المدير المقتل. انا مرفوضه وفي الاجتماع خلاص هسيب له الموضوع، اقول له طب انا عايزه فلوس اللي عندك وعايزه الهدايا اللي كنت بجيبها لك. هحاول ان انا اعرف ايه السبب اللي وصله لكده عشان على الاقل لو في عندي مشكله احسنها، يعني احاول اخد بالي بقى من الحاجات دي. يعني فورا هرد عليه اقول له انت مدير فاشل. يعني ايه يقول لي انت اللي مرفوض؟ يعني يجي لك رد فعل غريب اقول له انت اللي مرفوض. هو انا ممكن اقول له عادي يعني مرفوده انا بارده. وبعدين مش هو اللي يقول انت مرفوض؟ مش في شؤون قانونيه؟ الشؤون القانونيه دي تيجي تقول لي بقى انت مرفوض، انت مفصول، انت منفوخ، اي حاجه. هخطفه برضه. خلاص كده يا جدعان، العفو. السلام عليكم. السلام عليكم. ورجعنا من التقرير وفي واحد بيقول لك ويقول لي ليه انا مرفوض؟ مش في شؤون قانونيه؟ ايه شؤون قانونيه يعني تقول لي انك مرفوض عشان ارفع عليه قضيه؟ وفي واحد بتقول علموه انا بارده مش مهم، لو رفتني اقول له هات الهديه اللي انا جبتها لك. كملهم علاقه دول ولا يعني كمان مفتش؟ لا، اول باول بترشيه يعني كرافته حلوه، برفان مش بطال، طبق بسبوسه. ماما النهارده عامله محشي لجنعتك وصباعك ورايا يا فندم، ولفه لك حاله كده تاخدها معاك البيت. لا الله عجبني قوي. تقول له كل شهر هيبقى عندك الطعم ده كده على بعضه في الكيسه الحمراء الجميله دي. في ناس بقى لما تيجي تترفد، او انت لما تيجي تترفد، او في ناس لما تيجي تترفد، في جو بقى الصعبانيات. لا 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 ديش. حرام عليك يا بنت، اتشليت. انا عندي ايه؟ لا لا لا، حرام عليك يا فندم، انا عندي التزامات ومراتي عيانه وبعالج الكبد والفيروس اللي عندها ايه وبي وسي، بعالجهم مع بعض. حرام عليك يا فندم، انا امي عايشه معانا في البيت وعندها 3 ذبحات. حرام عليك يا فندم، ده انا الشقه اللي انا فيها بالقسط ولسه ما خلصتهاش. ده انا شاذ. وعندي بنتي في اولى كليه، وعندي عيله في رابعه ابتدائي يا فندم، وبنتي على وش جواز، وابني في رابعه كليه هيخلص ويشتغل ويساعدني. يا فندم حرام عليك يا فندم، ده احنا حتى ما عندناش سخان لغايه دلوقتي. وعياط ودموع بقى. ليه يا فندم حرام عليك؟ ما تقطعش عيش ويغمى عليه. ما تقطعش عيش يا فندم عشان خاطري يا فندم، حرام عليك. ده انا اخويا مدمن وانا اللي بصرف على عيالي. يلا اخويا مدمن وانا بصرف على عيالي. انا شايل بيتين يا فندم، ليه ترفدني؟ بيجيب نتيجه على فكره. في بعض الاحيان يعني في الدول العاطفيه اللي هي بتتعامل بالعاطفه يعني زي مصر والدول العربيه المجاوره، ده بيجيب نتيجه. لكن غالبا يعني في الدول اللي يعني مش عارف الدول الاخرى اللي حوالينا يعني الدايره اللي حوالينا دي، لو الدول كمان اللي غالبا في الشمال يعني العمليه جدا. بس ممكن جداً بقى ده اللي ما عندوش وقت انك تعيط له يعني، ما بيحسش بالكلام ده. مش مشكلته الصعبانيات دي، يقول له بس ثواني طيب استوعب، ويقوم داخل على الاوضه الثانيه. ايوه يا طلعت باشا عايز يرفدني، ما اعرفش ما عملتلوش حاجه. طلعت باشا ده انا شايل الشركه. مديره بقى واسطه. الواسطه بتاعته طلعت باشا. مدير المدير. طلعت باشا انا ما عملتلوش حاجه. طلعت باشا الحقني التليفون دلوقتي ليه؟ هو في اوضته دلوقتي. ايوه ماشي يا باشا. ويقوم رايح واقف قدامه. تريلين تريلين. ايوه يا حسنين، انا طلعت باشا. امرني يا فندم. ماله الموظف اللي قدامك يا حسنين؟ يا فندم ده مهمل وما بيجيش مواعيده وبينام. اخرس. بينام في الشغل يا فندم. اخرس. ده مختلس. ده اخو المدام. اخو المدام بتاعت طلعت حضرتك؟ ايوه. ده يتشال فوق الراس يا فندم.
اللي تشوفه حضرتك هيتنفذ فورا يا فندم. ومن اتلم يا حسنين، مش عايزة اطلع لك سيديهاتك. حاضر يا فندم، اللي تشوفه. انا عرفت مين اللي بيكلم. ملفتك عندي يا حسنين. اللي تؤمر بيه اللي تؤمر بيه يا فندم. خلاص يا حسنين، عينيا يا فندم. قوم بوسه. ده حضرتك، ده انا هقوم ابوسه من بقه. بوسه من بقه يا فندم. نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنوني.